شكرت نجم الجبوري محافظ الموصل على الإنجاز اللي ده يشتغل عليه. أحسنت. شوارع حلوة، إضاءة حلوة، أعمدة لطيفة، شغل شغل مبين، من تشتغل يبين. زين؟ ليش ينتفض السياسي أو ابن الدعوة ها اللي عايش بالجنوب أو عايش ببغداد، اللي عايش بالمنطقة الخضراء وما يدري بالناصرية شبيها، ما يدري بالعزيزية شكو، ما يدري بالصويرة شكو، ما يدري بالديوانية شكو، ينتفض ويضوج من تقول نجم الجبوري يشتغل. ليش ينتفض؟ نعم استاذ قحطان، انتفض لأن ما يروق له أن أمدح وأقول بدأ إعمار ومناطقنا الفرات الأوسط، واني بالأصل فرات أوسطي جنوبي، وأتشرف مثل ما أتشرف بالعراق كله من الأنبار، مثل ما أتشرف بحضرتك أنت عراقي مني وبيا، مثل ما أتشرف بالأخوة الكرد كليتنا إحنا عراقيين. انتفض وقال بالحرف الواحد، قال كذا وكذا يعني يريدني، ودانا إلى مساحة طعن بالأعراض. فحقيقة هذا اللي خلاني أنتفض وخلاني اللي هو اسمه كامل الكناني. كامل الكناني.